السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم كامل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح ندير معكم طريقة باش نوجدوا فيها البربوشة بلا ما نفوروها، بلا تفوار، بلا كسكاس. طريقة سهلة خلاص، في 5 دقائق تكون بربوشتك واجدة. راح نحتاجوا الكمية تاع البربوشة اللي تحتاجيها، مهم المقدار تاع البربوشة، راح نديروا له مقدار واحد اخر تاع ماء سخون. نفس المقدار تاع البربوشه هو نفسه مقدار الماء، شويه ملح وشويه زيت، او الماء لازم تحطه يغلي. نحط البربوشه تاعي، ندير لها شويه ملح على حسب الكميه اللي درتيها، ندير لها تقريبا 3 مغارف زيت. الماء كما قلت لكم لازم يكون يغلي نفس مقدار البربوشه، نديروه ماء هون كيما هكا. هكا نغطيوها بابي فيلم وصحن واحد اخر ونخليوها 5 دقائق. نزيد نحط عليها صحن واحد اخر، نخليها هكا 5 دقائق، ما تحليش عليها خلاص حتى يفوتوا 5 دقائق ونرجع لكم. بعد اللي فاتوا 5 دقائق نرجع للبربوشة، نلقاها واجده. واش راح نزيد لها لهنا؟ راح نزيد لها شويه زبده كيما ما فين نخدموا البربوشه العاديه. وتبقاي تخلطي هكا حتى نذوب الكميه اللي تاع الزبده. ونحلها هكا على بعضها باليد، خلاص تكون البربوشه واجده بلا ما تفوريها بلا ما تديك الوقت، خلاص تسقيها ديريكتومون. كيما راكم تشوفوا فيها ما تتعجنش، كل حبه وحدها، طريقه سهله خلاص، الوقت ما تديش طول. هذا سورتو كي يكون واحد ماهوش قاعد، لو كنتي مدايره ديجا كميه وجاك ضيف على غفله ضلي تفوري، ديري هذه الطريقه هذه ليه ليه توجد. كيما راكم تشوفوا انا درت كميه صغيره، قدر عد واحد، نتوما اذا ديروا اكثر المقدار اللي ديروا به البربوشه نفسه اللي تقدروا به الماء، الشرط انه الماء يكون يغلي. فوالا هذه هي لاغوسيت تاع اليوم او تدبيره، ان شاء الله تعجبكم. اذا عجبتكم ما تنساوش جيم واشتراك للقناه، وما تنساوش تضغطوا على الجرس.